شكرا هبة، واهلا بكم مشاهدينا من جديد. وفقرتنا مع قراءة لأبرز عناوين صاحبة الجلالة صحف صادرة في هذه القراءة. الأستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإلكترونية، صباح الخير يا فندم. صباح الفل على حياتك وعلى الأستاذة وعلى السادة المشاهدين. أستاذ عبد الجواد، خلينا نبدأ بجريدة الأهرام وخبر رئيسي يقول: الرئيس: نحارب الإرهاب بمكافحة الفقر والجهل، نشر القيم السامحة للإسلام، ثورة من أجل الدين وليست عليه. تعليق حضرتك على هذا الخبر؟ ده الكلام اللي كان قاله الرئيس السيسي لوفد الكونجرس، وده كان في الحقيقه واحد من اللقاءات المهمه فيما يتعلق بالعلاقات المصريه الامريكيه. ويمكن الكلام فكره المسانده الامريكيه كانت واضحه من قبل اعضاء الكونجرس امبارح في حربها ضد الارهاب، وده كمان علشان القصص المغلوطه التي يحاول تنظيم جماعة الإخوان المسلمين تصويرها في الخارج بأن هناك حرب على الإسلام في مصر وأنهم استهدفوا لأنهم مسلمون فقط ويرفعون راية الإسلام. ده جزء من فكرة تصحيح الصورة التي يجب أن يقوم بها الإعلام، لكن الرئيس بدون إعلام خارجي يقوم بهذا الأمر مثلما فعل مع رؤساء التحرير الأفارقة. وده هياخدنا برضو للنقطة اللي كل مرة بنتكلم فيها، فكرة أن يكون لدينا ذراع إعلامي قوي بحيث ان احنا ما نقولش ده، انما ده كمان تصحيح لهجمه كبيره جدا كانت على الرئيس لما قال كلمته في المولد النبوي الشريف وفي احتفال وزاره الاوقاف. وخلينا نقول انه اللعب في منطقه الدين هيكتر قوي في الفتره اللي جايه طالما احنا بنتكلم على الانتخابات، وفكره تصوير السيسي والنظام بانه ضد الاسلام وضد الدين، وفكره اصطياد كلمات بعينها ومقاطع بعينها. يمكن الكلام ده جه لاول مره بشكل قاطع واضح انه لا، احنا مش ضد الاسلام، نحن ضد المتأسلمون الذين يتاجرون بالدين. ودي في تقدير انها جمله حاسمه، دي الحاجه اللي هيتلعب عليها خلال الفتره اللي جايه بالفعل، لان هم بيستهدفوا ان ينشروا فكر ان الناس اللي بتتكلم او الناس اللي بتحارب وبتحارب الناس اللي بيملكوا الدين زي ما هم متخيلين ان الناس دي كفره زي ما كانوا بيقولوا علينا في الأول. صحيح، انما خلينا نقول ان احنا المره دي في خطوه استباقيه. يعني دايما كان الكلام بيجي نفي وبيجي رد، ده خطوه استباقيه، ويمكن تأجيل الانتخابات أنا في تقديري أنه هو كمان هيقلل من فكرة اللعب على وتر الدين شوية في مصر. طيب ننتقل لجريدة الأخبار وعنوان أول الغيث: عشماوي يبدأ مشوار القصاص، شنق الإرهابي سفاح السطوح. بالتأكيد القضية دي طبعا أثرت الرأي العام بشكل كبير جدا، وجي القصاص ليكون أول قصاص في قضايا الإرهاب وأول تنفيذ ل يعني حكم الله في مثل هؤلاء المجرمين. تعليقك إيه على هذا القصاص وردود الأفعال إزاؤه؟ وتابعنا طبعا امبارح أهالي الضحايا بوزعوا الشربات وابتهالات وابتهاجات بهذا الحكم. يعني بداية شكر كبير جدا لزملائي في وسائل الإعلام سواء المرئي أو المكتوب، لأن الإعلام هو من صدر هذه القضية وهو الذي أدى إلى هذا الحكم. يعني لو لم يكن هناك نشر لما تم تصويره، تحية كبيرة لمن صور في هذا الوضع وهذا الاشتباك الكبير، فكرة النشر للفيديو هي التي صنعت وخلقت رأيا عاما مناهضا لما حدث. ويمكن الواقعة دي بالتحديد كانت واقعة مفصلية في فكرة الأداء بتاع جماعة الإخوان المسلمين وفكرة إن هم بيرفعوا شعار الإسلام. يمكن ده متماشي مع الخبر الأول اللي احنا اتكلمنا فيه، فكرة كيف يرون الإسلام، هل في إسلام؟ اللي اتعمل ما كانش إسلام، اللي اتعمل ما كانش رحمة أصلا. يعني بغض النظر عن الديانة، فكرة إلقاء الأطفال من على سطح منزل ده يعني بعيد تماما عن الإنسانية، وحتى فكرة الرد الفعل. وخلينا نقول إذا كان هناك رد فعل طبيعي من الناس اللي هم متضررين من القصة، لما نشوف الرد فعل الثاني يعني فكرة تصويره كشهيد وفكرة حضرتك لو تشوف الفيديو هم بيحاولوا يرموا هؤلاء الأطفال من فوق السطوح، يعني في استعراض للقوة، في تعمد وفي تلويح بالعنف. يعني بيحاولوا يبينوا احنا موجودين وأي حد هيعمل لنا أي حاجة ما بيفرقش معنا أي حاجة ما بيهمناش.
ده في حد ذاته بيدل على ضعف النفس. ده هي الفكره كمان انه ده كان اول تغير واول فضح لفكره التاسلم، فكره ادعاء تبني التعاليم الاسلاميه، لانه الاسلام ما قالش كده. فكره القصاص كانت هنا واضحه، وانا في تقديري ان ده اول حكم يجي سريع ومرضي، يعني خلينا نقول مع كل الوقت اللي خده، بس هو اول حكم بشكل حقيقي كده بيلعب في منطقه الانسانيه وبيلعب في منطقه القصاص العادل من الذين فعلوا. ويمكن ده يكون بدايه مبشره انه يبقى في احكام اخرى تعطي الحقوق لاصحابها وخاصه الشهداء يعني على مختلف الانتماءات. لكن لما نربط ما بين الفيديو بتاع رمي الاطفال والمجرم محمود رمضان اللي كان ماسك علم القاعده في هذا الفيديو، وما بين تصوير صفحات الإخوان لإعدامه على أنه هو قتله كشهيد ومهاجمة النظام، أكيد ممكن نربط ما بين القاعدة وما بين هذه الجماعة الإرهابية، هذا الفكر المتطرف وإزاي هو بينظر لهذه الأحداث بشكل يعني مختلف تماما عن الطبيعة البشرية. هو كمان النقطة يا أستاذ أحمد أنه هو لما قلنا بداية كوسائل إعلام أن هذا الرجل إخواني، كان هناك نفي كبير جدا من جماعة الإخوان ومن صفحاتها ومن وسائل إعلامها. منذ أن تم تنفيذ الحكم كل الصفحات تعمل على وتيرة واحدة أن هذا الرجل شهيد وأنه تم إعدامه، وفكرة انتمائه للجماعة أصبح مؤكدا. الفكرة اللي حضرتك بتتكلم فيها فكرة الـ يعني خلينا نقول القاعدة وداعش، وهي هي فكرة الإرهاب بشكل عام، وفكرة يعني خلينا نقول تحليل قتل النفس وفكرة اعتبار الآخر كافر، هي دي الفكرة المزعجة في الأمر. وللأسف أن فكرة الاستعراض زي ما تفضلت أستاذتنا هي فكرة موجودة لديهم، فكرة تطبيق الحد باليد، فكرة عدم وجود قانون، كل ده في الحقيقة في قمة الخطورة. ويقول أنه مش محمود رمضان لوحده، أن محمود رمضان يمثل جيلا موجودا في هذا الوطن، وأنه هذا الحكم سيعيد النصاب إلى مربعه الصحيح، علشان أي حد هيحاول أن يصدر حكما ويطبقه بيده اللي هي فكرة إقامة الحد اللي بعض الإخوة المتشددين بيتكلموا عليها، لا هيبقى في نقطة هنا ومن أول السطر. طيب ننتقل لجريدة الشروق وخبر عن حركة التنقلات التي أجريت في وزارة الداخلية. أسرار أكبر حركة تنقلات في الداخلية، الحركة كانت معدة قبل أيام من تغيير اللواء محمد إبراهيم، شلة المصالح أجادتها بحجة الدور. اختيار اللواء صلاح حجازي للأمن الوطني بعد كشف بؤر الإرهاب من خلال منصبه بقطاع المعلومات والاتصالات. سيد شفيق يتولى منصب الرجل الثاني، وأبرز التغييرات الدفع ببديل لأمن القاهرة والدالي للأمن العام والسهاجي للسجون. يعني أهمية أو التأثير الإيجابي لهذه التغييرات أو التنقلات في وزارة الداخلية. يعني قبل أن ندخل في الخبر، لدينا زميلة اسمها رانيا كرم الدين، وأنا بناشد من هنا من هذا البرنامج وزير الداخلية. والدها مختفي من يومين، وفي الحقيقة يعني يمكن الزملاء هي صحفية في أخبار اليوم وهو في المعاش، ويمكن في ملابسات غامضة لاختفائه، ويمكن دي ثالث حالة اختفاء لشخص يهم صحفي قريب من الدرجة الأولى. فيعني احنا مش هنفترض سوء النية، انما بنناشد وزير الداخلية انه يعني يبحث الامر ويهتم بالامر. وصحفية مرة تانية اسمها رانيا كرم الدين زميلتنا في اخبار اليوم. هذه التغييرات بتاعت وزارة الداخلية عودة الى الكلام اللي حضرتك يعني نتمنى ان يكون في حد من وزارة الداخلية سمعنا علشان يهتم بالفعل بهذا نتمنى في الحقيقة واعتقد ان هم بيشوفوا النيل الاخبار بشكل مستمر. ومرة تانية الزميلة اسمها رانيا كرم الدين هي صحفية في اخبار اليوم، ووالدها اختفى كان ذاهبا الى منطقة التأمين الصحي في باب الشعرية وهو عشان ينقل لمنطقة الجيزة، واختفى واخر تتبع للتليفون كان في منطقه عين شمس. ونتمنى انه سياده الوزير يهتم، يعني لانه في الحقيقه الفكره انا لا استبعد فكره استهداف الصحفيين بشكل حقيقي، لانه في كمان يعني اكثر من ثلاث حالات زي ما قلنا، وده ممكن يبقى ممنهج كمان علشان فكره الوقيعه ما بين اجهزه الامن، وانه يبقى واصل للصحفيين انه الامن ما بيقدرش يامن، ونتمنى انها تكون غير كده وانها تكون يعني احداث طبيعي. فيما يتعلق بفكرة تغيير وزير الداخلية، أنا في تقديري أن ما يحدث في وزارة الداخلية والاتصالات، خلينا برضو نقول أن احنا بنتكلم على الداخلية لوحدها، قلنا في هذا المكان منذ رحيل محمد مرسي أن بقاء وزير الاتصالات كارثي، وأن خيرة الشاطر
كان معه ترددات أجهزة اللاسلكي، وقلنا أنه قطاع الاتصالات هو الأخطر في الحقيقة. يعني ويمكن الوزير جاي له علاقة بالاتصالات وله علاقة بالأمن الوطني، والفكرة هنا فكرة التغيير في وزارة الداخلية. أنا في تقديري أن ده قرار في قمة الجرأة، لأنه الداخلية كوزارة كانت الناس مستفزة فيها، فكرة أن هم مستهدفين 3 سنين، فكرة الضغط 4 سنين، فكرة أنه بعد 4 أعوام هو شايف أنه هو في مرمى النار، فكرة عدم الاستقرار، عدم فكرة هيبة الداخلية اللي راحت. إنما اللي حصل فكرة التغيير، هذا الرئيس يعيد القوة لوزارة الداخلية. وفي الحقيقة القوة لا تعني عدم العدل، علشان بس في موجة ماشية انه ازاي يجيبه من الامن الوطني، هو هيجيبه منين؟ يعني ما ينفعش يجيب دكتور من وزارة الصحة علشان يمسك وزارة الداخلية. هي الفكرة كيف نقيم الامن. انا في تقديري ان ما يحدث من حركة تغييرات كبيرة وواسعة كانت ضرورية ولازمة، ومن فترة طويلة جدا احنا عندنا ازمة عنيفة في فكرة الاختراق، واي حديث عن عدم اختراق، لا، الاختراق كان موجود حتى لو كان بضعف وبجهل او يعني حاله من الارتخاء كانت بتبقى موجوده. ويمكن معظم الاستهدافات اللي اتعملت ل كمائن شرطه كان فيها حاله من الاسترخاء، فكره التامين نفسه فكره مش واضحه للناس، فكره الهيبه، فكره عوده وزاره الداخليه بشكل قوي، فكره الاطمئنان الى ان جهاز الامن يقوم بواجبه نحو المواطن بدرجه اساسيه، ده ما كانش موجود. علشان كده التغييرات اللي بتحصل كمان هي سريعه وناجزه. اللي بيحصل مش انه انا بغير علشان اغير، اللي بيحصل ان هناك يمكن فكرة التغيير كانت واردة من فترة، فهذه التغييرات تم يعني تجهيزها بشكل كبير جدا. يعني ما يحدث هو نتيجة يعني عايز اقول لدراسة كبيرة تمت خلال الاشهر الماضية، وانه التغييرات مدروسة جدا. علشان كده هنشوف السوهاجي جاي من اقصى الصعيد الى السجون هنا في قلب القاهرة، وهنشوف التغييرات بتحصل لرجال كان لهم علامة وبصمة في مهمة في وزارة الداخلية زي اللواء صلاح حجاز. يعني في الحقيقة هي المجموعة كلها مشهود لها بفكرة القوة، كمان في القوة والهيبة وفكرة ضبط النفس وفكرة التعاطي بشكل عاقل مع معطيات الأحداث، لكن دون الإضرار بمصالح الوطن، لأنه كمان احنا داخلين على مرحلة مهمة ودفعنا ثمنا غاليا لما كان يحدث من انفلات في الشارع وفي العمليات الإرهابية اللي بتحصل. لما نشوف تصاعد الوتيرة من 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 مدينة نصر لمصر الجديدة لدار القضاء للفورسيزون لأماكن في الحقيقة حساسة، هو الهدف منها إظهار أن هذا الوطن بلا قوات مسلحة وبلا شرطة. هذه اللقطة وهذا التغيير، يمكن احنا ندينا في الحقيقة، ويمكن كان لنا الشرف في بوابة روزا اليوسف أننا ندينا بإقالة 6 وزراء أقيل منهم 5، الرابع صحح أوضاع، السادس صحح أوضاعه. إنما في الحقيقة لما نيجي نتكلم على ده مهم، لان ده قبل المؤتمر الاقتصادي، يمكن الانتخابات البرلمانيه كانت مأخرة شويه. يعني انا شايف ان الخطوه دي كانت مهمه جدا قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي. ده جدا جدا. انت تمنحين العالم رساله ان لديك جهاز امني جديد سيكون له شكل جديد قادر على الفعل وقادر على التامين. وفي الحقيقة القصة مش هتتساب كده، يعني فكرة المتابعة موجودة. وإلى الذين يتخيلون أن الوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم سيكون على رأس المسألة، هذا ليس صحيحا. المنصب اللي واخده وزير الداخلية السابق هو منصب شرفي زي ما احنا يعني زي ما نعم. احنا فاهمين موضوع المستشارين، إنما التغييرات اللي بتتم حاسمة، وأعتقد أن هذه هي موجة أولى من التغييرات. هناك يعني على الأقل هيبقى فيه 3 موجات بعد كده علشان ضبط الامور داخل الوزاره، لان الوزاره لازم تتمسك بشكل حقيقي. طيب بما اننا بنتكلم عن موجات التغييرات، بنتكلم كمان على الانتخابات البرلمانيه وما يحدث فيها من تغيير بسبب طبعا احكام القضاء مؤخرا من جريده الوفد، قانون النواب باطل على الفرد والقوائم، عدم دستوريه منع مزدوجي الجنسيه من الترشح يفرض اعاده جميع اجراءات الانتخابات، ولجنه المستشار الهنيدي تترقب حيثيات الحكم لاجراء تعديلات موسعه على قانوني البرلمان والدوائر. بالتاكيد يعني
حكم المحكمة الدستورية بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان بيفرض واقع انتخابي وبرلماني جديد، واليوم لجنة تقسيم الدوائر بتبدأ عملها لبدء تقسيم الدوائر طبقا للحكم الجديد. برأيك هل هنشهد إعادة جديدة لفتح باب الترشح؟ هنشهد وجوه جديدة تغير لخريطة الانتخابات بعد هذا الكر والفر في ساحات القضاء حول قانون الانتخابات الأخير؟ ده صحيح، لأنه قلنا من اليوم الأول لما طلع قانون الانتخابات أن هذا القانون قاصر، وقانون الدوائر سيؤدي إلى مذابح أهلية في المحافظات، خاصة محافظات الجنوب. من قام بتقسيم الدوائر لا يعرف طبيعة الدوائر، لا يمكن كنا أن نتحدث عن دائرة هي دائرة مينا موحد القطرين، ودائرة سعد باشا فخري باشا عبد النور، ودائرة منير فخري عبد النور، دائرة كبيرة جدا، يقوم المشرع بضمها، هي عبارة عن دائرتين يقوم بضمها في دائرة واحدة، ثم يقسم دائرة لتصبح خالصة لوجه أحمد عز في السادات في المنوفية. في الحقيقة حتى لو تم ذلك عن غير قصد فهو كارثي. القانون كان معيب، وقلنا الكلام ده، لو تمت عليه الانتخابات وفق القانون القديم كان ستبطل، وعمر مجلس الشعب لم يكن سيكمل 3 شهور على أقصى البرلمان، قصدي مجلس النواب ما كانش هيكمل 3 شهور على أقصى تقدير. الفكرة ان انا اصحح الاوضاع ده فيما يتعلق باستكمال الاستحقاقات المصرية بعد الثورة 30 يونيو، مأخرنا شوية، انما لما نتأخر شوية احسن كثيرا من ان احنا نطلع بقانون مشوه. انما في المجمل احنا بنتمنى انه الناس تبقى مستوعبة الدرس، وانه ما يطلعش القانون برضو بشكل معيب. انما خليني اقول انه هذا التوقف اضر بكثيرين، يعني اذا كنا زي ما احنا بنقول افادنا ان احنا عملنا تغيير وزاري، لا، على المستوى الاخر في جملة انفاق عنيفة تمت في الفترة اللي فاتت حتى على مستوى القنوات الفضائية، هناك مليارات دفعت ل الحصول على المقاعد. وخلينا نقول بشكل صريح جدا، في مرشحين دفعوا بالملايين لرؤساء أحزاب علشان يدخلوا البرلمان، واللي مش مصدق يشوف حجم الإنفاق في الدعاية. لأول مرة في تاريخ مصر نرى هذا التكثيف الدعائي اللي هو مكلف جدا في الحقيقة، ولا يعكس فكرة أنه مجلس النواب هو مجلس للحديث باسم الشعب. يمكن كمان الحكم بتاع مزدوج الجنسية ده كمان هيؤدي إلى إعادة إجراء كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات. إنما خلينا نقول إن دي فترة لالتقاط الأنفاس، فترة لأنه كمان المؤتمر الاقتصادي يعدي بشكل آمن. إنما وده الأهم في الحقيقة، أن هذا الأمر كشف رؤوس الأموال التي تلعب من أجل الحصول على كتل ضغط وكتل تستطيع أن تعبر بمصالحها داخل مجلس النواب. ويمكن الصورة دي بقت متشافة، وهيبقى مرهق عليهم جدا، خاصة التيار الديني، إن هو يكمل الكام شهر اللي جايين، لأن هو لا يستطيع التوقف عن العمل والفعل داخل الدوائر، بس هو مش عارف أنه دوائر. فأنا في تقدير إن ده تصحيح أوضاع مهم جدا وكان لازم. نعم، ننتقل أستاذ عبد الجواد لجريدة شروق، وخبر يقول النيابة تستدعي وزير النقل لسؤاله في كارثة أتوبيس الشروق. التحقيقات تقول القطار حول أجساد الضحايا إلى أشلاء، وطنطا تنتشح بالسواد، ومحافظ الغربية يحول المقصرين للتحقيق. يعني كارثة جديدة من كوارث مزلقنات السكة الحديد. خلينا نقول في الحقيقة إحنا في كل مرة هنرجع نقول نفس الكلام، إذا لم يتم تطبيق القانون، إذا احنا ما اعتبرناش إن فكرة الإهمال دي بنعاقب على الإهمال، احنا ما بنعاقبش على الإهمال في مصر لغاية هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها وبنقول ثورتين إلا بعد أن تحدث كارثة. لا، هو في أخبار بتقول إن الأتوبيس عدى من منطقة مش مفروض إن هو يمشي فيها، يعني اختصر الطريق من منطقة، وهو ده اللي أدى إلى هذه. خلينا أقول لحضرتك أنه لو القضبان ماشية زي ما ربنا خلقها كده وزي ما اتعملت، لا يستطيع أي أتوبيس العبور عليها. هناك تمهيد بيحصل، زي ما احنا بيبقى فيه سور فيتفتح السور، زي ما بيبقى فيه مثلا الكباري كلها هتلاقي فيها معابر الناس عاملاها. فكرة انتظار السيارات في الشوارع، انت حضرتك لو نزلتي وسط البلد هتلاقي أنه فيه
آلاف السيارات حتى بعد قصة إن هم مشوها. لأ، الحادث بتاع دار القضاء العالي، لو أننا منحنا القضاء هيبة التواجد بشكل آمن خارجه ما كانش ده يحصل. أنا عندي الباعة الجائلين إلى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، البضاعة بتاعتهم بيحطوها في السور الداخلي لدار القضاء العالي. حتى هذه اللحظة لدينا يعني مفهوم خاطئ في فكرة تطبيق الأمن وقواعده. احنا بنطبق الأمن لما بنحب نطبقه، مش لما يفترض ان هو يطبق بشكل عام. فكرة الإهمال موجودة، وحادث الأتوبيس هيتكرر، وفكرة انه الوزير يحصل ان احنا نحاسبه. نحن لنا أكتر من 15 سنة بنحاسب وزراء نقل على هذه الحوادث، وكل مرة بنتكلم على المزلقانات، وكل مرة بيقولوا لنا في مزلقانات إلكترونية. فكرة الضوابط، حتى لو خدنا المترو، المترو ما زلنا حتى هذه اللحظة احنا بنتكلم على لما المكان باظ اللي الناس بتعدي منه، فكرت هذه الحكومة وتفتق ذهنها عن فكرة عبقرية، ليه يصلح المكان؟ طب ما يعين ناس يقفوا على المكان. وده اللي حاصل. احنا بنشوف لو عندنا 6 مكانات في اي محطة مترو بنلاقي اكتر من 6 واقفين عليهم، وبقى طبيعي جدا ان احنا ان اي مواطن بيعدي فيقول له تذكرتك يا استاذ، حط التذكرة فوق المكنة. وده في الحقيقة قد نراه عبثيا او قد نراه حاجه فكاهيه يعني، انما ده يعكس للعالم كله انه ليس لدينا مترو انفاق، وليس لدينا حكومه منظمه لديها قدره على ضبط الامور حتى في العاصمه. يعني يمكن الحاجات اللي احنا بنقعد نهزر على فيسبوك وزي ما احنا نيجي مثلا في دوله فنشتمها، هي مش الفكره ان انا اشتمها، الفكره ان انا اعمل اعلام قوي قادر على انه هو يتصدى لاعلام هذه الدوله. الشتم سهل والتجاوز سهل، انما فكره الفعل والعمل احنا ما بنعملهوش. لازم نعمل فعل يقول ان احنا لدينا انضباط، لدينا يعني لما اشوف كل يوم بيعدي حد فيحط قنبله على السكه الحديد، ده تهريج. مش مهمه الراجل اللي هو يعني انا لو ضابط الامور في العموم على السكه الحديد ده مش هيحصل. فكره حرم السكه الحديد، في حاجه اسمها حرم السكه الحديد، هذا الحرم منتهك من اسكندريه الى اسوان. انا محتاج ان هذه الدوله يكون لها قبضه قويه. لو انا عندي قبضه قويه واطبق القانون على الجميع ده مش هيحصل. لما كان عندنا اشارات مرور اللي هي بالالكترونيه بالكاميرات ما كانش حد بيتجاوز، فكره العسكري لا بيتجاوز. فهي الفكره ان اطبق القانون بشكل اعمى على الجميع، وان انا لما يحصل اهمال وعاقب قبل ان يحدث كارثه. طيب من جريده الاهرام عنوان يقول 12 مشروع للبترول بالمؤتمر الاقتصادي قيمتها 9.3 مليار دولار. مشروعات البترول بالتاكيد يعني هيكون ليها نصيب كبير في هذا المؤتمر، لانها يعني بتجذب عدد كبير من المستثمرين، وشفنا قد ايه شركات البترول مهتمه بهذا المؤتمر لضخ استثمارات فيها، واحنا كمان مهتمين بهذا القطاع. تعليقك ايه على هذا الخبر وتوقعاتك لنجاح المؤتمر بشكل عام؟ يعني واحنا بنتكلم على اكتر من 65 دوله هتشارك في المؤتمر، واحنا بنتكلم على هذا الاهتمام، وانا يشرفني ان انا هبقى موجود في المؤتمر طبعا، لانه ده تاريخ جديد لمصر والاقتصاد المصري. انما في الحقيقه انا اتمنى انه يبقى عندنا فكر جديد فيما يتعلق بالمشروعات، وفيما يتعلق بفكره الاحتياط الاستراتيجي لدينا من الخامات الطبيعيه. في الحقيقه احنا دايما بنتكلم على فكره انه يبقى عندنا مشروع، وان يبقى عندنا شركات اجنبيه تشتغل، انما في الحقيقه انا في تقدير ان احنا لابد نطور القصه، لابد ان احنا نشتغل، واحنا اللي نصنع الخامات اللي عندنا. احنا بنصدر الخامات ثم بنستوردها بشكل اغلى. اتمنى ان ده ما يحصلش في البترول، وان تكون المشروعات فيها هذه الرؤيه، لان احنا بنتكلم على خامات في الوادي الجديد، وبنتكلم على مرسى مطروح، وبنتكلم على سينا خامات، وبنتكلم على دهب. نحن لم يعني ما اشتغلناش على فكره الدهب في اسوان بشكل كبير جدا. ففي الحقيقه مصر واعده، بس نشتغل على فكره التصنيع، مش فكره ان انا اصدر الخامات فقط. انما اجمالا المؤتمر الاقتصادي انا في تقديري انه كل الترتيبات اللي معموله له تؤكد انه سيكون علامه فارقه، وان مصر ستصبح منطقه جذب كأكبر منطقة بعد أن يعني سحب منها البساط طويلا في الفترة الماضية. إنما دي خطوة على الطريق الصحيح، وفي تقديري إنها تصحيح لأوضاع الجنيه المصري، وتصحيح لأوضاع الاقتصاد المصري، وأيضا تصحيح لأوضاع المواطن المصري. يعني احنا في نهاية جولتنا بنشكر حضرتك الأستاذ عبد الجواد أبو كاب، رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإلكترونية. شكرا جزيلا لك. شكرا.